مرتاح ماديا ولا يعني؟ الآن ما نستطيعش نداوم بالمركز لأن المركز بعيد وأحتاج إلى مواصلات والظروف صعبة، لا نستطيع المواصلة، لا نستطيع، لأنه أطلعني أي الأمل، ما بيش أمل. والآن وصلنا أبو حتى خلاص، والآن جالس البيت. والله الحرب هي أثر علينا، لأنه كان قبل الحرب كان ندخل السعودية والحمد لله كان يعني الأمور ماشية الحمد لله، بس من بعد الحرب ماشي عاد يعني أطلعني الأمل يعني يلا قوت يوم الواحد ما يحصلوش يعني والله ماشي يعني ما فيش أمل، الأمل موقف وكل حاجة ما فيش، خاصة هنا ما فيش. في ظهور هذه الأعراض على أحد من أفراد أسرتك، قم فورا بإسعافه إلى أقرب مفر صحي لتلقي العلاج. جميع الأطفال في الفئة العمرية من 6 أسابيع إلى 15 عاما في الجرح أو الأنف ما قد يؤدي للوفاة. الوقاية الوحيدة منه معاذ يعاني من سوء تغذية حاد وخيم جلد على العظم نتيجة الفقر التغذوي وليس نتيجة مضاعفات طبية أو أمراض مستعصية. تقول مصاحبة للطفل بحيث أنه ما يستفدش من الغذاء، لا، حالته عبارة عن نقص تغذوي شديد. ما زال شبح المجاعة في مديرية أسلم وربما في مديريات أخرى، يعني ما زال يخيم على الأطفال وما زال يحصد الأطفال يوما بعد يوم وفيات الأمهات وفي سوء تغذية حاد وخيم، المواليد سوء تغذية حاد وخيم، أطفال في سن 5 سنوات وما فوق إلى 18 سوء تغذية حاد وخيم، كبار مصابين بالسل سوء تغذية حاد وخيم، يعني كل مقومات اكتمال الوجبة الغذائية معدومة.